ما تعرف على مشاعر. انا خلاص خلاص انت تعرف هو ما يعرف. انا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا او هذا الموجود امامكم ايش هو شباب؟ من جابه؟ تمام من جابه؟ متى جبته؟ الحين قبل شوية. الحين قبل شوية. طيب بشير انت بالذات عشان في ناس كثيرين مثلا مهم سعوديين يبغى يعرفوا ايش ساعدنا وتعاون معنا برضو تعاون مع بشير اديب كلهم باسمه. انا ما اعرف هذا اذا في اسم تعرفوه عندكم في مثلا قبيلتكم يسموه كذا قولوا لي. اوكي طبعا هذا ما عليه خلاف خلاص هذا اللي هو ايش؟ التمر معروف عند الناس كلهم. اوكي حنقوم نكسر التمر. ايه واضح يا كمل معي بشيء لا في الو معك هذا ايش؟ ايش في هنا؟ كسر. اذا هذا العلاج اللي بنسويه الان هو علاج ايش؟ كسر. للكسور يجبر او يلحم الكسور. اي انسان لا سمح الله يتعرض لكسر هذا العلاج الاول. هذا العلاج الاول. واللي ما عنده كسر عنده هشاشة عظام هذا العلاج الأول. اللي ما عنده هشاشة عظام بده عظام حديد هذا العلاج الأول. ولكن في جميع الحالات يجب عدم الإكثار مش التمر حاله الآن أنا ما أتكلم عن التمر أقصد هذا العلاج الأول اللي هو اللي بسويه بعد شوي. يجب في جميع الحالات سواء كسور أو هشاشة عظام أو تقوية عظام أو شيء عدم الإكثار من هذا. إيش هذا؟ حلف. إيش تسموه حلف؟ حلف. تفة. تفة أو حب الرشاد. أوكي يسموه حب الرشاد صح؟ حب الرشاد. طيب ناخذ أباك تسوي زوم على قد ما تقدر. أوكي. على قد ما تقدر توري الناس ايش هو حب الرشاد او ايش هو التفة. سوي زوم كويس. اوكي اطلع خلاص. طيب ناخذ حب الرشاد بكمية او بمقدار معقول. اوكي ناخذ كذا ونسوي بسم الله رش. طبعا التمر يلصق فيه صح ولا لا؟ اوكي هنسوي كذا. يجي دور مين؟ انا عشان يدي معطله اليسار. يجي دور مين؟ دور اديب. ايش بيسوي اديب؟ بيخلط ويعجن هذا مع بعض. وريني كيف حتسوي. صحيح مضبوط صح. تأكد إنه كل تمرة من التمر هذا يصلها قليل من الرشاد أو من حب الرشاد أو من إحنا نسميها في الجنوب حلف. حلف مش تحلف عليه حلف. طيب أوكي الآن شوف هنا يجي حسب المعرفة. الآن أنا أشوفه ممتاز كده. شفت الكمية هذه؟ شفت الكمية اللي وزنتها قبل شوية؟ هذه حتعطيك شيء جبار مرة. جرب كل واحد ياخذ واحدة يديني رأيه. بسم الله. الحين كل واحد يقول يحس انه يبغى يمد يده عشان ياخذ الثانية. خذ يا ابو شاي. نايس. طماع ها؟ قلت كل واحد حيمد يده يبغى الثانية صح؟ كيف؟ جود جود جود.
اوكي خلاص فك الزوم يا سيد، فك الزوم ورجع ورا. فكيته خلاص رجع ورا. وصلت الحين حتخلصون انتم، انا ما عندي مشكله الحين حتخلصون، بس اشرح بقول عشان اشرح عليه. طيب شفتوا كيف جميل؟ اوكي الان حسوي حركه بسيطه، هذا اللي قبل شويه كان لتقويه العظام ولهشاشه العظام لحالات الكسور عشان ما حد ياكل معي. زوي ازود زياده، ازود زياده بس لا تكثر، اخلط عليك. طبعا شفتوا قبل شويه لما اخلك مكانك لا تقرب، شفتوا قبل شويه لما مدوا ايديهم، الحين حاسوي مره ثانيه وحنشوف الايدي تقترب اسرع من اول ولا لا. يلا مسموح لكم تاكلوا. كلهم دفعة واحدة. أسألكم بالله هل أنتم تمثلون ولا بالفعل تبغوا تاكلوا؟ جميل جدا جميل جدا، يعني تحس أنك بدك تاكل صح يا بشير؟ شوف هذا علاج للكسور، للكسور وليه؟ هشاشة العظام. ليه؟ تقوية العظام، تقوية العظام. الشيء اللي ما هو حلو لا تكثر منه، لأنك إن كثرت من حب الرشاد أو من الحلف أو من الدفة حيروح على المفاصل وحيسبب لك تصلب في المفاصل والعظام. أوكي؟ طب كم حبة يعني أخذ كبتين؟ إيش كم حبة؟ يعني إذا كم يعني على قد إذا أنت عندك كسور، انا عني الان عندي ترقوه مكسوره صار لي يمكن 4 ايام يمكن اسبوع او شو اسمه، لا لا مو اسبوع، 4 ايام ممكن. اوكي لو واحد عنده كسر في الترقوه والكتف من 4 ايام ايش تتوقع؟ جبيره مجبس نعم، وما حيقدر يسوي اي شيء، حتكون يده. اوكي انا لي 4 ايام وانا قاعد اخذ حلف، اوكي هي 4 ايام قاعد اخذ حلف. اسالكم بالله يدي مكسوره او تمثيل؟ لا مكسوره والله. اوكي طيب هي 4 ايام قاعد اخذ حلف وتفه وهذه الترقوه عندي، اوكي تمام، بس ما اقدر ابالغ وارفع زياده لانه انا مصلحتي بدها تتحسن، يعني خلال اسبوع بالكثير لن يكون في اي كسر ان شاء الله عندي. اوكي ولكن زي ما انتم شايفين انه اوكي يعني الحمد لله الحمد لله. واضح؟ الشيء الثاني انه اللي عنده كسر ممكن يكثر منها في الصباح في العصر في المغرب في العشاء. اوكي يعني تاخذ بمقدار مثلا 6 مرات في الصباح 6 مرات في العصر زي كذا 6 مرات في المغرب 6 مرات في العشاء. اوكي هذا اذا في حاله الكسور، او ممكن 7 في حاله هشاشة العظام، ممكن تاخذ 7 تمرات الصباح 7 تمرات في العشاء وكفاية. في حالة تقوية العظام ممكن تاخذ 7 تمرات في الصباح وكفاية. ما اشرب عليه شيء يا كابتن؟ عادي اشرب اللي تبغاه، يعني زي حليب أشرب حليب سعودية عادي. لأنه التمر ما شاء الله، أنا ما بتكلم من باب الدراسات، وبتكلم في مادة زي الغراء زي اللصق صح؟ يمسك في ايديكم لو تمسك التمر، جرب امسك وفك اصابعك شوف فيها تمسك ولا لا، جرب امسك، امسك تمره وجرب صح؟ اذا حتمسك في في التفه اوكي او في الحلف، يعني شوف زي ادق نذال الان لو غطست التمره هنا اوكي في شوف حتنزل مليانه لان شايف كيف؟ فتصير مليانة. يستحسن من الجميع انه عدم الاكثار او اكثار من التفه في التمر بموزنية قدر القبضة، يعني قبضة اليد ايوه شوي على حسب مجموعة التمر عندك قديش حجمه، عرفت كيف؟ الشيء الثاني زي ما قلت انه التمر فيه مادة لاصقة مع التفه حيلصق في العظام حيلتصق. ومن القصص الشهيرة اللي عند اجدادي، انا حطول القصة عشان اخلص التمر. ها
من مد يديكم خلاص يا شباب، مد يديكم. من القصص الشهيرة عند أهلي، مو أهلي أنا، إنه في يوم انكسر عليهم خروف أو طلي، أوكي؟ وفي جدي انكسر عليه ساق جمل، انكسرت مرة فأكلوه هذا الأكل حلف. فلما جاء بعدين يبغوا يذبحوه، والله العظيم يحكوني إنه مادة زي اللحام موجودة على العظم، وتبين فيها الحلف، تبين على العظام مكسو زي الكسو كده، يلحف على العظام. مرتين صارت مع الطريق ومع الجو، أوكي؟ هذا كان درس أو فيديو للناس اللي طلبوا عن كيفية علاج شرح العظام، العلاج الطبيعي أو العلاج الشامل. أي سؤال؟ خلاص يلا مد يديك، مد يديك. لسه باقي 27 تحت السوداء على الرقم.